كثير مطر رئيس حزب إرادة جيل، بنرحب بك النهاردة. مبادرة مهمة جدا جدا من تحالف الأحزاب المصرية وتجمع للحوار بناء على مبادرة الرئيس السيسي، أهم ما ورد اليوم إيه؟ أهم ما ورد اليوم إن احنا حسينا فعلا إن سيادة الرئيس اهتم بال أو بيهتم بالأحزاب وبيدينا فرصة إن احنا نعمل حوار من أجل بناء مستقبل يليق بينا كمصريين. لاحظنا كمان النهاردة تكاتف كل الأحزاب في التحالف لدعم الشرطة والقوات المسلحة وتأييدها. وجهنا الشكر للشهداء رحمة الله عليهم، وبنساند بكل قوة الدولة المصرية، وبنقول إن احنا بقى كأحزاب بنتكلم في المحاور الاقتصادية، هنتكلم في المحاور الاجتماعية، هنتكون في تعديل بعض القوانين الأحزاب السياسية. كل الكلام ده كله من أجل إيه؟ من أجل المستقبل ومن أجل مصر. وجود بعض الفئات المعارضة تحديدا في إفطار رمضان اللي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده بيؤدي إلى نقطة جديدة في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر؟ الحقيقة احنا لما شفنا وجود أحزاب معارضة في الإفطار، ده بيدل فعلا على حاجتين. نمرة واحد فيها ان الرئيس رئيس لكل المصريين مش لحد وحد. نمرة اتنين ان احنا حاسين ان كل الناس اللي موجودة أسرة واحدة، ومن المنطلق ده احنا بنتكلم وبنقول ايا كانت الاتجاهات والتوجهات الايديولوجية للأحزاب، احنا في النهاية بنتكلم لصالح وطن. فالمفروض ان احنا زي ما بنقول ممكن نختلف في الآراء لكن ما نختلفش على الوطن. فبالتالي احنا فرحانين جدا وشفنا العلاقة الطيبة اللي موجودة، اللي بتأكد للعالم كله ان مفيش اختلاف في وجهات، مفيش اختلاف في التعامل بين المؤيد وبين